خدمة سكايب الدكتور انطوان اشقر اختصاصي الامراض الصدرية والسرطانية. دكتور انطوان اهلا بك في اخبار الغد. لماذا تعود الموجة الثانية بشكل يقلق الحكومة ويدعوها الحكومة الفرنسية طبعا ويدعوها لفرض ارتداء الكمامة؟ مرحبا للجميع وشكرا لاستضافتكم. نحن نعلم أن الطقس الجميل والشمس ورفع الحجر والفرصة، نحن في فصل الصيف، فصل فرصة، يؤدون إلى اختلاط عدد كبير من المواطنين دون السواح والأجانب، وهذا الاختلاط ممكن وخاصة في الخارج أو في الداخل. ونحن نعلم أيضا أن المكيفات، أكانت الاير كونديشنر أو المراوح، ممكن أن تزيد في نقل الفيروس بالهواء، وهذا الاختلاط ممكن أن يؤدي إلى إصابات كبيرة. هناك عدد الإصابات يتزايد، مثل ما تفضلت بالروبورتاجكم أنه مثلا امبارح عدد الإصابات توصل إلى 1395 على ما أعتقد. وإنما هذه الإصابات التي تتكاثر هي بفضل الكشف المبكر، وليس لأنها هذه الإصابات تدخل المستشفيات، ولكن هؤلاء المصابون أو عند الكشف ممكن أن ينقلوا هذا العدوى. مثل ما قلت، احتكاك السكان، احتكاك مواطنين، الفرصة، الشمس، الطقس الجميل، الخروج إلى المقاهي والاختلاط ممكن أن يزيد في عدد الإصابات. طيب دكتور أنطوان، هل هذه التحذيرات وارتداء الكمامة وكما تقول الفحص المبكر الذي كشف عن هذه الأعداد، هل هذه هي ملامح الموجة الثانية من كورونا؟ سيدي، أنا من الذين يقولون أننا لسنا على أبواب مرحلة ثانية، نحن لا نزال، المرحلة الأولى لم تنتهي. إنما الضغط على المستشفيات انتهى، أما الفيروس كوفيد 19 لا يزال موجود بيننا ونحن نتعايش ونتأقلم معه، ويوميا في المستشفيات هناك شكوك في الإصابات، ولحسن الحظ أنها سلبية، ولكن نحن لم ننتهي بعد من الموجة، إنما انتهينا من الضغط الهائل الذي شكله هذا الوباء على النظام الصحي. من باريس عبر خدمة سكايب كان ضيفنا الدكتور انطوان أشقر اختصاص الأمراض الصدرية والسرطانية، شكرا جزيلا لك.